اتفضلي يا رنا. ما يجي مش عارفه هو ليه رجع تاني. نعم. هو ازيك؟ ايه الاخبار؟ تمام. عامله ايه؟ تمام. شباب اسمي بس انا دينا. اسمي دينا. انت في حاجه؟ انت وراكي حاجه عايزه تتكلمي في التليفون؟ في حاجه مش طبيعيه؟ لا عادي مركزه معايا. لا عادي انا سامعاك. اوكي، فاحنا عندنا اوفرز كتير الفتره دي للولاد والبنات كمان. ولاد بنعمل لهم حاجات ليها علاقه. طبعا انا يعني خطيبي اصلا كان المفروض ان هو معايا يعني، انا اصلا جايه معايا كمان. طب اوكي احنا نعمل احنا يعني مؤقتا بتبقى واحد واحد يعني. لا خالص. ايه هو في ايه اصلا؟ انت ليه مش فاهمه اصلا؟ انا دخلت لوحدي. هو في مشكله حصلت؟ مشكله ايه؟ انا إيه؟ انا داخله لوحدي دي. مش هو مين اللي دخلت لوحدك؟ هي قايله لي اجي حضرتك لوحدي عشان هشتغل على وشك بس في الاول. يعني مش انا جايه عشان سنيني اصلا، مش جايه عشان مش بجد؟ طب وريني كده سنيني. كنت عايزه اكشف كده على سنيني. انا عايزه افهم سؤال واحد. انا بسال فين انا خطيبي عمر؟ انت عايزاني اكشف عليكي وهو موجود وبعد كده يعني ولا ايه؟ فاهم المشكله هو انا يعني هغير قدام ولا عادي؟ انا داخله لوحدي ليه يعني؟ مش طب يا رنا انا مش عارفه انتوا عاملين لي مشاكل ليه؟ مش عارفه في ايه اصلا دلوقتي يعني. انا ايه مشكلتي ده يعني؟ هو عادي احنا بنعمل كشف. كشف عادي مفيش مشكله. كشف لوحده كشف ليكي. طيب فين واقفين؟ مين؟ عمر. فين استاذ عمر؟ استاذ عمر كاستمر. هاتيه لو سمحتي. طب الموضوع بسيط. انت ليه متعصبه قوي كده يعني؟ اصل انا دلوقتي انا بقيت حاجه غريبه بصراحه. هو انا لما هو خرج وسابني هو راح فين؟ معرفش ازاي. هو مسكت العيد يملى ابلكيشن عندي ما جاش ما شفتش. طب انا في واحده عجيبه عندكم شفتها عجيب جدا تتكلم بجنان. انا لقيت دلوقتي خطيبي داخل عليا ووش مس الرجل في بقها وهي بقها ممسوح ومعمول اهو اهو لسه ما مسحوش. اهلا استاذ عمر. روز اتفضل. هو انت مطفاش ولا ايه؟ لا تمام. هو انت لا اتفضل هنا اتفضل. ماشي. فاكر هي الانسه سوري افتكرت يعني قالت لي انه حضرتك عايزاك حضرتك تبقى موجود وبعد كده حكيت لي ان في سيتويشن غريب حاصل بره فهي قلقانه بس انا مش فاهمه. هو انت فعلا عند عينيك في حاجه كده؟ هنا ده لا ده في ودنه ده اتكعبلت على وشك؟ لا ده كعبلت دي مفيش دم ده هي احمرت بس مفيش. ايه الكعبله الكرتون دي؟ السلام عليكم يا دكتور. اهلا اهلا. حضرتك في حاجه كده غير رائقه ظهرت على الموقع. انا كنت لسه عايزاك. هو الاستاذه بتقول انه مستر عمر في روج على وشه. بتقول نفس الروج كلاينت موجود. استاذ وفي مدام كده بشعر اصفر. والكاميرا صورته. الله الله. ممكن انا بقى اشوف الموقع ده؟ حضرتك يعني ممكن اقول لك؟ لا طبعا. ايه ده في ايه؟ سمعه انتوا بقوا انتوا؟ اتفضل لو سمحت. سمعت ايه؟ البرايفسي بتاعت المكان يا جماعه. انت كده هتعمل لي مشاكل. انا لازم اعمل لك محضر. هحكي للاستاذه الثانيه لو سمحتي. يا استاذ جهاد كده انا حاسه ان دي وراك حاجه مش طبيعيه. انت انا فاهم انت وراكي حاجه من ساعه لما جيتي هنا. ويت مش مرتاحه. كل يوم جاياني بطعم غير وتقعدي مع الكلاينت وقلت لك لو سمحتي تشتغلي تيجي تخلصي شغلك وتتكلي على الله. انا حطيتك في ايه؟ بتشتغل ايه هنا؟ بتشتغل مبوسه شغلك والشعب عامل لها بوتس. وطي صوتك. طب انا عايزه امشي. لا انا عايزه امشي. يلا يا مدموزات. طب انا عايزه اقعد معاها. بس استني. اوعى. لا هي اللي تمشي. مش اتفضلي. طيب رنا انتوا اصلا ازاي تدخلوا اشكال دي زي هنا؟ انا اشكال. انا اشكال. امال ايه؟ انت شو؟ هي اللي تمشي. لحظه مش انت عامله فيها قوي وبتفهمي؟ اتركيني شويه. قوي وبفهمي. اتركيني شويه. اتركوني شويه بليز. انت مش عامله قوي وبتفهمي؟ وقفي واحكي هيك وجهك لو وجهك صرخه. احكي مع مين؟ احكي. انت مش شايفه نفسك؟ انت مجنونه. لا انا قمر. خلصي قمر. انت غيرانه عشان عندك بروبلمات كتير يعني. ليه؟ عندك بروبلمات من فوق لتحت مليانه. ممكن لو يا رنا لو سمحتي اتفضلي تيجي تسكتي شويه. هي غلطت فيي وانا بدي احكي. بليز تسكتي. انت مجنونه. انت جايه هنا تسكتي شويه. قلت لك يلا. يعني انت بتصرخي وبتهربي؟ خايفه مني كتير؟ خايفه مني؟ انت خايفه مني بتهربي؟ لا والله. ايه خايفه؟ خايفه مني ليش؟ خايفه توقفي حدي؟ لانه اجمل مني؟ انا؟
هعمل لك محضر في الاسم. اعملي محضر. مش عايزه اعمل علشان انا عايزه اتعالج من ثلاث محضرات. انت عارفه انت عملت ايه؟ انت الاوليه انا قلت انت الاوليه قوي مظبوط. انت خايفه من ابنك تهربي؟ اه خايفه من ابنك. صح.